السلام عليكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بأحسن الأحوال إن شاء الله. فيديو اليوم هو كيجوني بزاف الأسئلة على السفر في فرنسا. هضري لنا على زعما على لو تراجي، على لو كونترول وداكشي. الوغ داكشي علاش بغيت نصور لكم اليوم الفيديو ديالي من مونبولي لبيربينيون. بالنسبه لليبي لي بري ديالهم راني قلت لكم تقدروا تلقاو انغو، ولكن تاخذوهم قبل، والايام اللي يمكن لكم تاخذوا فيها البي بانه غرات فايت شرحتها. وكاين واحد الحاجه اللي هي طريفه، ان واحد السيد مسكين اس دي اف من دوك الناس اللي سون دوميسيل فيكسينا ليه فطور معانا، وحتى اننا دخلناه معنا القهوه فطر معانا وداكشي. مهم كل شيء حطيته لكم في الفيديو غادي تشوفوه، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق. البارح كنت هنا صورت لكم البلاصه كامله وهبطت منها، شفتوا كل شيء سيد. غادي نمشي اوه لو ترام على بروشين. لو ترام كيحطكم هنا ورا لاكا، شفتوها ici ça bouge quand même hein. Il y a des gens. Là, la gare, c'est ma future. Gare de Montpellier Saint-Roch. C'est ça. Voilà. Au tacos. Helline. Là, ouvert tout le temps. 24/24. Ah, ça, je sais pas, mais c'est souvent ouvert. Ouais. صافي حنايا كنتسناو هنايا فنفطرو شي بول تا مازال محلوش. سي ترو تو سون تران دوفغيغ بوتيت غيان. غادي نمشيو نفطرو بما وصل وقت التران، عاد نشدو الطريق لبيربينيون ان شاء الله. هي لو كافيتاريا، شوفوا الناس غير حلو ما يجوا الناس. كان واحد غينيون تما، شو غادي نفطرو نجلسو هنا نفطرو ومن بعد ناخدو لو طرا. وي اي ما سور elle est morte de du sang. اه وي elle avait trop de ça. ça arrive dans la vie. c'est bête la vie hein. وي Dites si je vous embête et vous le dites. Hein. Non, non, vous m'embêtez pas. Peut-être il faut pas vous parler, c'est ça? الناس انا في المحطه وتلاقيت مع واحد السيد اللي دري في العمر هذا مسكين كيفطر هنا، اللي داز من هنايا وبغى يتعاون معاه. انا غادي نوريه لكم. وديت بونجور او جون. Vous pouvez dire bonjour hein. À qui? Au Jean. Bonjour. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui peut aider Christian, donc ce serait avec plaisir. Il est super gentil. Regardez. On prend le petit déj ensemble. Voilà. Et ma maman aussi, elle est partie. Votre maman aussi, elle est partie. Je n'ai pas besoin de le train. Au retard, je vais essayer de me scanner. كيباس على برا وقال لي كنبات في واحد لوطيل كنخلص 50 اورو يعني 500 درهم. قال لي ولوطيل لقيت فيه البق، كاين هذا المشكل ديال البق. قال لي راه قلتها ليهم باش يديروا ليه الدواء
ومسكين قال لي كنخلص 500 درهم. استغربت الصراحه، جاتني بزاف. المهم حنا فطرنا شي بول، فطرت معاه، بقى جالس معايا كنهضر معاه وداكشي. قلت ليه المهم هضر مع الناس واللي داز من هنايا وبنتي لي اللي سوبر جونتي. غادا نعاود لكم واش قال ليا. بون قال ليا شاد لا روتريت مسكين، كان جاردينيا، وقال لي باش نسكن مع اختي خاصني نعطيها 300 اورو، وعاده قال لي خاصني نعاون في بزاف ديال الحوايج وما كيباتش عندها مسكين لان عنده مشكل. قال لي راجلها، قلت لي قال لي راجلها ما 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 جيش عليا، ما كنبغيش. قال لي لي ماروكان. انا بقيت فاش جبت لي القهوه ديالو داكشي، قال لي لي ماروكان صافي وخليته كيشرب. قال لي شنو سميتو؟ بقيت كنضحك معاك، قلت لي سميتي روزلين. جاتو الضحكه باسكو روزلين صافا. خايس كنفطر مع هذاك الشيء، ملي سالينا قال لي شافني كنهضر لغه اخرى ويقول لي اش كتهضري؟ كيلا تافو بارلي. قلت لي جو بارل ماروكان، ويقول لي قلت لي باوي. قلت لي فوالا، قلت لي المغاربه فيهم ناس زوينين وناس الخايبين كما في اي بلاصه. ويقول لي عندك الصح. المهم هاد الترين جاي صافي، خلي شو حتى الاخر عاد قلتها لي. قلت لي راه كاين ناس زوينين وناس الخايبين. قلت لي واش ظريف معاك؟ قلت لي واش ظريف معاك؟ ويقول لي ظريف ملي كيكون ناعس. المهم غادي نطلعوا في الترين. ضحكني اولا الترين ديالنا وصافي. المهم تجربه انسانيه، كنبغي شي مرات نفطر مع الناس بحال هكا ونهضر معاهم حتى في الخدمه ديالي، لان هذه خدمتي اكثر من 12 عام خدمت في هذا المجال. فوالا عرفتوا الترين زوين، شوفوا شحال زوينين البلايص تاع تنكسو. بغيت نقول واحد الحاجه، واحد الميساج بغيت نوصلو، ان مهما كتكون ساكن في دوله كتعيش فيها كتبقى دائما تغوبريزونتي البلاصه اللي انت جيتي منها. بالنسبه لي انا كمغربيه كنبغي دائما نبغي نبقى نعطي هذه الصوره ديال الدول المغاربيه ولا المسلمه في التعامل ديالي مع الناس. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم، لان هاد السيد بان لي ما ما كيعجبوش هاد الراجل اختو، لانه وكيقول لي مغربي، بحال راه حيت مغربي ما غاديش يكون مزيان. داكشي علاش كنقول لكم واحد التعامل ديالو يكون شويه ديال الرقي وشويه ديال اللطافه مع الناس، خصوصا ملي كنكونوا في دوله اخرى. صافي لو طران ها هو ال ديمار، وغادي نمشيو ان شاء الله لبيربينيون. فوالا كونترول اريا لا تيز، وصلنا غادي نخرجوا. Allez, on va voir Poupoun, Ryan. Sur l'application, tu pouvais aussi voir exactement la même chose que ce que tu vois sur les écrans. Ah oui? Du coup, t'as pas à t'embêter à me chercher et tout. Tu peux directement chercher depuis la fin. Ouais. SNCF Connect. Allez, comme Ryan, dire l'application SNCF Connect. Parce que j'ai besoin de vous aider. En plus, les billets 1€, vous pouvez voir, comme tu vois, le chiffre de l'application. La voie, elle est pour les billets. Je suis 17 ans, je dis le train. وبصراحة كتجربة بغيت نعاودها لكم. واش نعاود نمشي لمونبلي بلو طران سون ما فواتور؟ لا صراحة انا لا مشيت رجعت لمونبلي، ندي معايا لا فواتور ديالي نخليها ندور في لو طران. ولكن كاين شي تراجي لا بغيتو تشوفوهم وبغيتو مثلا تمشيو تقداو، ضروري تحتاجو السيارة ديالكم طوموبيل مثلا. نروح حنا المغربية فوالا. صافي حنايا بنكون كنتسنى فينا على برا، غادي نخرجو عنده وراين غادي يمشي يدوز واحد لا جورني سيفيك اللي كيديروها كاع الوليد. هذه هي لا غار دو بيربينيون كتشوفوها، وراين هنايا غادي خارج. على راحه فاش كنوصل لبيربينيون. اي بوبون كي نوز اتان اي اراج لي باليز. صافي وصلنا، غادي نطلع. فوالا كيما قلت لكم صافي حنا غادي نحطو راين وغندخل للدار،
وكما قلت لكم انا باش نعاود نمشي اون طران مزيانه بي انه داكشي تمشيو، ولكن انا 4 جوغ بلا ما فواطور جاتني صعيبه شويه، واخا لو طران والمواصلات كلشي متوفر، ولكن لا نرجع في لا فواطور ديالي ونخليها وي سي با غراف، نخليها تما ونمشي ندير لي تراجي اللي بغيت ندير اون طران. فوالا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، ومتنساوش ديروا لي لايك وتعاليق خليوهم ليا، والسلام عليكم.